مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة دي معانا زي ما احنا شفنا كيف التقرير شاب ونموذج رياضي جميل جدا، استطاع ان هو يحطم كل القيود وكمان تحدي اصابته في قدميه وليحصد على بطولات في السباحة، كرة السلة، كل ده على كرسي متحرك. خلينا نرحب ونسمع ونتعلم كمان من يعني ضيفنا اللي منورنا هيثم عادل عبد الشافي، لاعب سباحة وكرة سلة وترايثلون على كرسي متحرك. يا صباح الخير، صباح النور، متشرفين بوجودك معانا حقيقي. والله وانا متشرف جدا ان انا موجود مع حضراتكم يعني، وفي صرح الكبير ده، ومبروك على التجديد لقناة الاهلي، ويا رب دايما في نجاح كده يا رب. يا رب ان شاء الله. هيثم احنا بجد متشرفين بالمعنى الحرفي بوجودك معانا النهارده. انت من الناس اللي حولت التعاطف الى تقدير واحترام، صح، وحولت الهزيمه والانكسار الى انتصار، ومش مجرد انتصار، وبطوله بالمعنى الحرفي. يعني حاجه محترمه جدا وحاجه مشرفه جدا وقدوه، يعني بجد مثال يحتذى به من قبل ناس كتير جدا، يمكن يعني قبله يمكن تمن التحديات اللي انت شخصيا اتحديتها وانتصرت عليها، ومع ذلك ما حققوش شيء يذكر في الحياه. فانت يعني جدير بكل تقدير واحترام، اهلا بيك. بص انا يعني لو تسمح لي اضيف هنا قبل ما نبدا حاجه كمان، انا دايما من الناس اللي شايفه ان الاعاقه هي الاعاقه الذهنيه، في فكره ان انت يبقى عندك حدود حاططها لنفسك ان انت مش تقدر تنجح ومش مؤمن بقدراتك، لكن اي اعاقه اخرى لو حتى جسديه دي مش اعاقه، بالعكس انت تقدر تتحدى، ويمكن حضرتك اكبر نموذج. يعني هبدا معاك بالترايثلون، نفهم ايه هي الترايثلون وبعدين نخش بقى اكتر في تفاصيل. دي اتحاد ثلاثي، بتبقى اللعبه ثلاث ايفنتات في بعض، ثلاث رياضات في بعض في وقت محدد، ما فيش راحه بينهم. بيبقى في البحر وجري بالكرسي المتحرك ثم العجله الثلاثيه، بتبقى على مسافات طويله. يعني بننزل فيها البحر مثلا، يعني اخر بطوله انا دخلتها دي كانت في السويس، كان السباق 750 متر في البحر، وبعدين بنجري على طول، بنقعد على الكرسي المتحرك يعني، عشان انا الاصابه في رجليا فما بقدرش ان انا اقوم اجري على طول، يعني بتشل وبتحط على الكرسي على طول واروح مكمل جري. كان السباق في البحر 750 متر، وبعدين جريت على الكرسي على طول 5 كيلو، والحمد لله حققت فيها مركز اول وذهب. حاجه جميله. هيثم، هو انت التحدي سمه رئيسيه وطبع اصيل فيك للدرجات دي؟ يعني انت حتى اخترت الاصعب في الرياضه، كان ممكن تكتفي بممارسه رياضه واحده ذات طبيعه خاصه، انت اخترت الاصعب. أنا هل دي سمة عندك يعني حضرتك؟ هو الموضوع كله أنا بحاول أطور من نفسي أكتر وأكتر، اللي هو يعني في بعد كده في أكتر، بحط في نفسي إن أنا في أكتر من كده، ما أقفش عند حد معين أو حاجة معينة، إن أنا مثلا خلاص أنا وصلت الحاجة دي، خلاص بقى إن أنا خلصت على كده، لا أشوف إيه اللي بعده، طب ما أطور نفسي أكتر، أشوف إيه الأحسن إن أنا أعمله. طب إيه اللي بعده بالمناسبة؟ والله نفسي ان انا ابقى لاعب دولي، مش مجرد لاعب محلي بس او بطل جمهوريه، نفسي ان انا اخش لاعب دولي، ابقى اخش الاولمبيات البكين الجايه او اللي بعدها حسب ما ربنا اذن بقى، بس ان انا بشتغل على نفسي اكتر واكتر يعني، عشان في بطولات جايه كتير، فبحاول ان انا ما اخشش بطوله واخسر فيها. طب هيثم تسمح لنا نرجع معاك، ده لو ما يضايقكش طبعا، عن وقت الاصابه وايه اللي حصل بالظبط، يعني اكيد الناس حابه برده تبقى عارفه. هو الاصابه انا يعني انا كنت في الجيش تمام، وحصلت لي اصابه يعني في الانخاع في الشوكي، يعني بعد كده دخلت في غيبوبه كبيره يعني 3 شهور ولا حاجه، قمت بقى لقيت جسمي كله ما بيتحركش خالص. وحتى يعني من بعد كده الدكاتره، طب ايه يعني هتعالج؟ كان كل هدفي ان انا عايز اتعالج وبس، ما كانش هدفي بقى رياضه خالص، ولا كان هدفي ان انا عايز اخش بطوله، ما كانش هدفي رياضه، انا عايز ان انا مثلا انا كنت سليم وعايز ان انا ارجع سليم تاني. ما بس الدكاتره هي الاخبار، همشي ولا مش همشي؟ لا مش تمشي تاني كده، لا مش تمشي تاني، طيب ماشي. ما انا يعني كان في صدمه طبعا كده لما الدكتور يجي يقول لك انت مش تمشي تاني. والله حبيت انت اخذت الموضوع ده ازاي يعني؟ اكتئاب طبعا، ما فيش حد مثلا يكون سليم ويصحى يلاقي نفسه الغيبوبه دي. بالنسبه لي انا نمت وصحيت، نمت زي ما انا بنام عادي وبصحى. بس هل استسلمت للراي الطبي ده ولا قلت انت هتجرب مره؟ مؤقتا صراحه، مؤقتا يعني، ان الدكتور هو دكتور يعني، هو دارس الحاجه دي وشايف ان الحاله دي مثلا بعد كده ان هي ما فيهاش تحسن ولا حاجه. فمؤقتا بس، لقيت نفسي ان انا يوم بعد يوم بيجي، شهر بعد شهر بيجي في الاكتئاب ده، وانا قاعد ما بعملش حاجه، فمحدش يعمل لي حاجه، فقلت لا، طب ما انا اتحدى نفسي وربنا هو يقدر ان هو يعني يغير كلام الدكاتره. فنزلت بقى، ابتديت ان انا اعمل علاج طبيعي واشوف في الدكاتره طب اعمل ايه، ابتديت اتمرن كتير على العلاج الطبيعي. وبعدين بقى من العلاج الطبيعي ده الدكاتره برده قالوا لي انت ممكن تنزل تعمل علاج طبيعي برده في الميه. ننزل ميه، اعمل هيدروثيرابي في الميه، ابتديت اتمرن. كنت طبعا خايف يعني، رجلي ما بتتحركش نهائي، فخايف ان انا اغرق في الاول،
فشويه بشويه مع تمرين مع تمرين بيبقى في حمام السباحه ان انا عايز بقى ايه اعتمد على نفسي. قلت للكابتن امشي جنبي يعني امشي جنبي حتى انا لو ورقت تمسكني يعني. فشويه بشويه شويه بشويه ان انا ايه طب هو انا ليه ما العبش رياضه. بعد كده دخلت بقى مجال السباحه من على طريق العلاج ده. اكيد يعني اكيد في ناس انت ممكن تبقى حاسس تجاههم بامتنان كبير، ناس وقفت جنبك، ناس دعمتك، ناس كانت في ظهرك بالمعنى الحرفي. فرصه هو انت على الهوا من خلال قناه الاهلي تشكر مين وتقول له ايه؟ اول حاجه طبعا والدتي ربنا يخليها لي، سندني في كل حاجه ما بتسيبنيش لحد دلوقتي يعني، لدرجه ان هي رجلها تعبت من كتر خدمتها فيا. وصحابي ما سابونيش، صحابي ما سابونيش، ما حدش سابني خالص. والدكاتره اللي في مستشفى كوبري العسكري الدكاتره دي ساندتني جدا، والدكاتره اللي بره كل صحابي ما حدش سابني الصراحه يعني، كله كان واقف جنبي. الدعم من الناس كمان القريبين ليك دي او لاي حد فينا يعني لما بيحصل لنا اي دروب او حاجه بتبقى اكتر شيء يمكن بيساعد كمان في تعافينا بشكل اسرع. اكيد اكيد. فيمكن اكيد طبعا تحيه لوالده حضرتك، اكيد هي ليها كان دور عظيم زي ما انت ذكرت. هاخدك بقى كده للاحترافيه، يعني انت بتتكلم هنا على رابع جمهوريه، فاحنا عايزين نعرف برضو ازاي قدرت من الحكايه اللي انت حكيتها لنا ان انت نازل تتعالج علاج طبيعي في البيسين لغايه لما وصلت رابع جمهوريه، فدي قصه نجاح طبعا. هو رابع دي كانت اول بطوله ليا، كانت السباحه رابع، وبعد كده جبت اول هي. ما شاء الله جبت اول ذهب. الرابع دي كانت بطوله دول حاجه من اللي انا لابساهم. لا دي ترايثلون. دي الترايثلون بقى، دي الترايثلون دي اللي هي البطوله اللي انا ذكرتها في اول. انساها بقى وانت استعوض ربنا يا استاذ. يا باشا استعوض ربنا مفيش مشكله. لا مفيش مشكله. الشرف ما بيرجعش. شرف ليا. لا شرف ليا. خلي بالك نود في الترايثلون ما تعرفش يعني كده صعب حاجه صعب. شرف ليا. بس جبت رابع جمهوريه الاول، وبعد كده كملت بطولات جبت ثالث جمهوريه، وبعد كده دخلت بقى من الترايسلون جبت فيها الحمد لله اول. وكانت دي اصعب من السباحه يعني، السباحه بيبقى لعبه السباحه العاديه بتبقى في حمام السباحه، لكن دي بتبقى في البحر. فجبت بقى فيها 750، وبعد كده جري جبت فيها ذهب. وقلت ان انا مثلا يعني الترايسلون معتمد على الجري بتاع الكرسي، فقلت ما ادخل الباسكت لان الباسكت معتمده برضو على يعني على الجري، قوات العضلات بتاعت الدراعات برضو. ودي برضو يعني دي حاجه انا بوصلها لاي حد مثلا عنده اصابه او حصلت له اصابه، ادام ايديك شغال ما تستسلمش. في ناس يعني بيحصل لها الاصابه دي وهي تستسلم تقعد في البيت، مش عايزه حتى تواجه الناس اللي هي كانت سليمه واتصابت، فهي مش عايزه تواجه الناس. في ناس اقول لك على حاجه هيثم يعني ولو كريم برضو تقول لي رايك، في ناس بيبقى ما عندهاش حاجه اصلا بس هم دايما معتقدين ان هم فاشلين مش عارف ايه يعني، ما فيش حمد للنعم اللي ربنا مديها لنا. فانا بحس ان يعني حاجه غريبه جدا يعني. شوف حضرتك مثال ازاي ممكن الواحد بجد يحتذي بيه، ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها ما فيش امل. الكلام ده في دماغنا بس، لو انت مقتنع ان مفيش امل مش هيبقى فيه امل، مفيش هيبقى فيه امل نهائي. لازم نتحدى ولازم نواجه الناس ولازم نواجه يعني الصعوبه اللي حصلت لنا او الاصابه اللي حصلت لنا لازم نواجهها، عشان لو فضلنا حاطين في دماغنا ان فعلا مفيش امل وان فعلا مش هنتقدم هنموت. واحنا انت عملت المواجهه دي بالفعل، وفي نهايه المطاف وصلت لمرحله ان انت شخص يتقال عليه مبهر. فهل فكره ان انت مبهر يعني مرضيه وفيها شيء من التعويض للظروف القدريه؟ الحمد لله. الحمد لله خليت عندي ثقه في نفسي ان انا مثلا واجهت وقدرت ان انا اعمل حاجه، فدي خلتني عندي ثقه في نفسي. كنت الاول ما انكرش ان اول ما اتصبت كنت اتضايق ان انا امشي مثلا بالكرسي المتحرك قدام حد، اتضايق مثلا ان حد وانا مثلا ان انا بعد ما عملت علاج طبيعي وامشي مثلا اخد خطوه ولا حاجه في الشارع ما احبش حد يبص لي. دي كانت حاجه دلوقتي يعني ايه، لا انا عملت قدرت اعمل حاجه، قدرت ان انا اخش رياضه واحقق فيها حاجه، قدرت حسيت نفسي فيها. فلا انا الثقه دخلت لي من عن طريق الرياضه دي ما بقاش مثلا يمين اي نظره. متابعاك ومتابعه نجاحاتك نظرتها ليك نظره فخر واعتزاز على فكره، مش نظره تعاطف باي حد. الاول حل الاول الاول كان اي حد اللي عارف انت عامل ايه ومحقق ايه من النجاحات. اكيد. لا بشوف كده في الناس كتير قوي بيشجعوني، بيكلموني كتير عندي على البيج، بيكلموني بيقعدوا يشجعوا فيا كتير جدا جدا، وواقفين جنبي الصراحه حتى يعني متابعيني، وفي ناس بتتفرج عليا دلوقتي كمان. حلو الفيديو ده، حلو جدا. ده سباق مع مين بقى؟ ده كان في بطوله افتراضيه ترايسترون عشان عاملينها لل يعني
كإحماء إن إحنا نشوف المستوى اللي وصل فينا لإيه. أيوه. من ساعة الكورونا النشاط الرياضي متوقف كله، فالمفروض إن هو البطولات الأساسية هتبدأ يوم 1/9. فهم عملوا بطولة افتراضية كده اللي إحنا نجري 5 كيلومتر بالكرسي المتحرك في أقل يعني الصاروخ اللي منطلق على الأسفلت ده إحماء؟ والله لا يا راجل، ما هو المفروض إن أنت مش سابع نفسه وتبقى عامل إزاي؟ لا، وهو المفروض إن أنت تعمل 5 كيلو هو في يوم عاملينه في يوم كامل، بس أنا عملته في 48 دقيقة. ما شاء الله 5 كيلو و200 متر. ما شاء الله. وفي نفس البطولة دي برضو في يوم الجمعة الجاية. ما شاء الله. ده الجمعة الجاية فين بقى؟ أنا هو حضرتك بتبقى على أبلكيشن أنت بتقيسي، وبعدين السباق دي مش سباق، دي مجرد بطولة افتراضية. أيوة أنا challenge. أنا فاهمة أنت بتعملها على أبلكيشن يعني. بعملها على الابلكيشن، والابلكيشن بيبقى بابليك ان هو الاتحاد اللي انت فيه يعني شايفك انت بتعملي ايه، وبتجري بقى يعني انا بجري عند استاد القاهره قدام الاستاد. احنا ممكن نحضر والله معانا يعني، انا مش عارفه الجمعه دي هنقدر لا، بس انا حابه ان احنا ننزل معاك مره بجد. ده انا شرف ليا. استاد القاهره مش بعيد يعني، هنخرب لك الدنيا تشجيع. ده انا شرف ليا. هكلمك بقى، انسى بقى اللي فات من عمرك واتفرج على التشجيع في مفهومه الجديد. والله انا شرف ليا. شرف ليا جدا جدا قاعد مع حضرتك. انت بالمعنى الحرفي فعلا والله العظيم انسان جدير بكل تقدير وبكل احترام. وعايزين برضو نكمل معاك في فكره ان انت يعني من شويه كنت بتقول ان انت حاطط عينك على ان في المستقبل القريب باذن الله يكون في مشاركات على الصعيد الدولي. يا ريت والله. ودورات اولمبيه والنوع ده من الامور. طيب ايه الخطوات اللي انت خدتها لغايه دلوقتي تجاه النهايه المنشوده دي؟ بقى انا بحاول اطور من نفسي، احاول اكسر الرقم يعني. انا وصلت مثلا 48 دقيقه، عايز البطوله الجايه ابقى اقلل التايم ده. كل يعني البطولات العمر الدوليه معتمده على ان انت مستواك ايه ووقتك ايه، بتجيب وقت قد ايه في المسافه دي. دي معتمدة ساعتها تقدر تخش منتخب، ساعتها تقدر تخش بطولة دولية، لأن النوادي المحلية ما بتسفرش أو ما بتخلكش يعني. النوادي المحلية على مستوى الدولة بس على مستوى، لكن لازم عشان تسافر تخش منتخب، فالمنتخب بيعتمد على نتيجتك. شايفين لك صور تانية جميلة. خلينا أنا أروح معاك كده للصور دي، تحكي لنا ده فين؟ ده كنا بنصور إعلان كده اسمه أنت استثناء على أغنية بهاء سلطان ومحمود العسيلي. ففي المقطم، على جبل المقطم، وده واحد صاحبي برضو عنده بتر في رجليه. كان الإعلان كان عبارة عن يعني الاختلاف الجسدي، كان معنا كنت قاعد على كرسي متحرك، صديقي ده كان عنده بتر في رجليه، كان معنا بنت داون، وكان معانا كابتن منتخب مصر في كرة الريشة من قصار القامة فأهم. ودي صورة فيها ايه، وده حسن اللي على اليمين ده عنده شلل دماغي برضه محقق بطولات كتير. ودي منور كانت يعني عندها شيخوها مبكرة في وشها. فكنا عاملين الإعلان إن هو في احنا اختلاف جسدي، بس احنا موجودين في ال بس احنا موجودين وحاضرين وناقشين يعني اختلافنا الجسدي، احنا قاعدين في البيت. لا احنا موجودين طبعا، بنحاول نوصل الفكره. رساله مهمه جدا كمان للشباب، خلي بالك، لان اوقات الشباب بيكونوا اكتر فئه بيصيبهم الاحباط اسرع يمكن. أكيد. لما بيقابلوا اي تحدي في البدايه، انا فاكره نفسي حتى وانا صغيره انا كنت كده، اي مشكله صغيره خلاص الدنيا باظت يعني. لا بالعكس، مفيش حاجه اسمها كده، حاول مره واثنين وثلاثه. بس الثقه اهم حاجه في نفسك يعني، الثقه في النفس دي اساس اعتقد برضو النجاح مع الاصرار. ده فين طيب بقى يا هيثم؟ دي كنت ده كان في نادي القاهره، انا كنت بلعب في نادي القاهره اللي في الدقي هنا. ده كنا بنصور برضو، كان تقرير كنا بنصوره. طب ما تحكي لنا شويه كده عن حياتك الشخصيه، يعني بتشتغل، عايش مع مين، يعني عايزين نعرف عنك اكتر. لا مش بشتغل اول حاجه، والتاني حق لان يعني ما فيش شغل وكده. مركز بقى في البطولات والميداليات يا استاذ. وقاعد مع ماما، انا وماما قاعدين في الشقه مع بعض. ربنا يديها الصحه ويخليكم لبعض يا رب. يا رب. ده حاجه عظيمه جدا فعلا. فكره ان انت تحول يعني فعلا التعاطف الى تقدير، دي حاجه مش سهله. وبعدين انت كمان نموذج حي للمقولة اللي احنا بنقولها بشكل شعبي كده باسلوب دارج، يقول لك ان ربنا بيقطع من حته وبيوصل من حته. اكيد والله. عمري ما كنت هتخيل في حياتي، انا بقولها كل شويه لنفسي، لو انا سليم وما حصليش الحاجه اللي حصلت لي دي، ولا كنت هوصل لاي حاجه، كنت هبقى انسان روتيني جدا. هي لاي حد كويس ان هو مثلا يتجوز ويخلف ويشتغل. كويس ان انت واخد بالك. مش هعمل غير كده. كويس ان انت مدرك ده. لا مش هتجوز، اشتغل الاول، هاجر ان انا اتجوز واخلفه، بس حياتي بقى يلا كل يوم بعد كده لحد ما اكبر. ايوه طبعا، انت ما زلت تقدر يعني تكون اسره. وطبعا يعني لا انا بتكلم على لما انا كنت سليم وقتها، اللي هو كان تفكيرك بس كده بس اللي هو محدود. لكن اما ربنا انعم عليا بموضوع الاصابه ده،
قدرت انعم عليا بموضوع الاصابه يعني قدرت قدرت ان انا احقق حاجات كتير عمري ما كنت احققها اساسا ولا كنت افكر ان انا ادخلها وانا سليم. طب والجواز محطوط ضمن قائمة أكيد 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 ده نفسي والله حاطط عينك على حد معايا ولا إيه؟ أوبا ده شغل عادي شغل عادي يا رب إن شاء الله كده نستضيفك مرة تانية ببطولات أكتر يا رب نتمنى لك حقيقي ده وتكون هي كمان معاك وتكون ارتبطت بإذن الله إن شاء الله واجينا برضه إن شاء الله أيوة طبعاً طبعاً نورتنا وشرفتنا وسعداء جدا جدا وفخورين بيك بالمعنى الحرفي ربنا يخلي حضرتك ربنا يخلي حضرتك شكراً طيب أنا